ايه ده؟ انت جايب ايه؟ شوكولاتة. لا عسل. ايه دي اختك؟ ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. طب ما انا قلت لك شوكولاتة. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتقوم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة من هنا. قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى انا. يلا اخويا. انا لسه الكلام شد يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. خد بالك ازاي يا فدون. الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي، اروح فين؟ اوعي تمس. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ هو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط حاضر. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايلك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريها انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل. وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطه. سلامة خاطره. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون. علي عامله هو
قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابة بولاء إخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابة ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي إسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في المعاد. الحمد لله، افرج يا اختي بس من الاسم. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت، الحكومة كبست عليه ما لقتش عنده حاجة. ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر، هيضيعني الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجة من عنده. قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوطي. حاضر، روح معاه الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعة واجيلك الاسم. انت بس ليه مات؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجيلك على طول. همشيب معاك اهو، همشيب معاك. مش على خلو يا ابني لوحدي. انت اللي مغلش على خلو. لا حول ولا قوه الا بالله. استهدف الله عما جميل واحتسبه عند ربنا في الجنه. محتسب مين؟ والحسن فين؟ لا. الله يرحمه. الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه. بس الحسن فين؟ لا اله الا الله وحيد الله. بس الحسن فين؟ ما تعملش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي.